السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي نعمل المحاكاة أو ماثيماتيكال موديل للفيس شيفت كينج في الـ في السيميلينك. الفيس شيفت كينج اللي هو عبارة عن الفيز موديليشن بس بالديجيتال إيه سيجنال للكارير. طيب هنرجع كده مراجعة سريعة. أنا لما بتكون عندي الإنفورميشن سيجنال بدل ما هي أنالوج، لا ده بصورة ديجيتال زي ما يكون السيكونس أو الباينري سيكونس 00110 وهكذا، بنمثله ببلس ال1 مثلا بلس هاي وال0 مثلا بلس لو، زي ما تكون البلس هاي مثلا بموجب والبلس لو مثلا بزيرو او بنيجاتيف بلس. وبعد كده بيكون عندي الكارير. ففي الفيز شيفت كينج بنعمل ايه؟ بنخلي الانفورميشن سيجنال بتعدل على مين؟ على الفيز بتاعت ايه؟ بتاعت الكارير. طيب فهنا في مثالنا هناخد الباينري فيز شيفت كينج اللي هو انا عندي تو ليفل، وبالتالي تو فيز هيتعدلوا على الكارير. الواحد نخليه بيعدل على الكارير بزيرو فيز تمام او زيرو ديجري، والزيرو بنخليه يعدل على الكارير وليكن ب 180 او باي تمام ب 180 ديجري. حلو، طب نعمل الكلام ده ازاي؟ فاحنا ممكن نحول الباينري انفورميشن سيجنال البلس هاي وسلب وبلس لو بس ايه بالنيجاتيف، يعني دي مثلا بواحد ودي بسالب واحد، او دي بخمسة فولت ودي بسالب خمسة، ونضربها ايه؟ ونضربها في الكارير على طول. فمثلا الواحد هنا او الهاي لما تتضرب في الكارير هيطلع زي ما هو، والبلس النيجاتيف او اللو لما تتضرب في الكارير فبتعمل له انفرت ايه، عكست الاشاره بتاعته، او كان بمعنى صح كان عملت له في الشيفت ايه 180. ونلاحظ هنا لو الكارير كان كوزان، فنلاحظ هنا مثلا ايه، هنا مثلا الفيز شيفت اتعكس، مثلا كانت هنا موجب 90 بقت ايه، بقت بسالب 90، وبالتالي حصل في الشيفت كانت ايه 180 درجه. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمل زي ما كانت في الاي ام موديليشن، برضه بنحتاج مالتي بلاير والكارير سيجنال وايه والباينري انفورميشن سيكونس. طيب هنفتح السيمي لينك ونختار ايه بلانك موديل او نيو بلانك نموذج فاضي. ده في الانترفيس لو السيمي لينك ايه لو الماتلاب النسخ الحديثه، لو اصدار سابق يفتح معاك اللايبر براوزر، ومن اللايبر براوزر تختار ايه نيو موديل او بلانك ايه او بلانك موديل. طيب الكومبوننت اللي هنحتاجها، هنحتاج اول حاجه مصدر، المصدر بيمثل الكارير وليكن هو الساين ويف تمام، وهنحتاج برضو من مصدر ايه تاني، هنختار حاجه اسمها ريبيتنج سيكونس ستير، ممكن نختار البلس جنريتور، بس احنا ايه ندخل سيكونس بيان احنا عارفينه، اما البلس جنريتور فبيطلع لي 1010 بسيكونس ثابت سكور ويف ما بتتغيرش. برضه هنخش على مين؟ على الكونتينوس او على الماس اوبريشن. هنخش في الماس اوبريشن عاوزين ايه دايره الملتبلاير او البرودكت، هنجيبها من فين؟ هنلاقي البرودكت ايه بلوك، وبعد كده هنخش على السينك عشان نرسم الاوتبوت. هنختار مثلا ايه السكوب، نص مسطره كده نكبر. انا عندي هنا الكارير سيجنال هنوصلها بالبرودكت، وهنضربها في الانبوت انفورميشن سيجنال، فدي الانبوت سيجنال ولكن دبل كليك عليها نغير تسميتها، لكن نسميها انفو انفورميشن او الباينري سيكونس، ودي مين اللي هي الكارير، وهنا ده الملتبلاير او البرودكت. طيب نخش نعدل بس على الكارير، الكارير ولكن هنخلي الفريكوانسي بتاعه مثلا ب 2 هرتز للتبسيط. هو طبعا هنا بياخدها راديان بير سكند، طبعا اكشوال ممكن يكون بالميجا هرتز بالليج زي ما يكون، بس احنا ايه للتبسيط هنا للسيميليشن، فهنخلي مثلا الفريكوانسي 2 هرتز، هنا بياخدها بالراديان بير سكند الاوميجا يعني، يبقى هنضرب الاف 2 باي، يبقى 2 في باي، الباي اكتبها بي اي هو المتلاب هيفهمها، اللي هي الكونستنت 3.14 من 100. وندوس ايه وندوس اوكي، ما نغيرش الاعدادات هنسيبها زي ما هي، الامبليتيود بتاع الكارير بواحد برضه، كل ده ايه للتبسيط. طبعا تقدر نغيرها لاي قيمه زي ما احنا عايزين. نخش على انفورميشن ايه سيجنال اللي هو كانت عباره عن ايه، عباره عن الباينري سيكونس جبناها من السورس، دي مهمه ريبيتنج سيكونس ستيرز. دي ايه ميزتها الريبيتنج سيكونس ستيرز؟ ان احنا نحط السيكونس اللي احنا عايزينه من الاصفار والوحايد، يعني مثلا نرجع هنا مثلا كمثال نقدر ندخل السيكونس ده اللي هم 10 بيتس 0011 وهكذا، فندخلهم مانوالي، هنمسح السيكونس المكتوب ده ونسيب كل حاجه زي ما هي ونكتب داخل الاقواس، هنقول له 0 0، طبعا الزيرو احنا عاوزينه بسالب 1، يبقى نقول له سالب 1 سالب 1 1 1 سالب 1 1 1 سالب 1 سالب 1 1، يبقى الباينري سيجنال دخلناها ايه سالب 1 سالب 1 1 1 سالب 1 سالب، يعني الواحد دخلناه بواحد والزيرو بسالب 1. طيب والبلس تايم او البيت تايم نخليها بكام؟ احنا دخلنا 10 بت، نخلي البيت تايم بواحد سكند برضه ايه للتبسيط. اوكي، وبعد كده نوصل الاوتبوت حاصل الضرب بتاعهم على ايه، على السكوب. السكوب هنخلي ليه 3 بورتس او 3 انبوتس، ليه؟ هنرسم الثلاث اشارات الباينري انفورميشن سيجنال والكارير سيجنال ومين والموديليتد سيجنال. طيب هنكتب هنا النمبر اوف انبوت بورتس هنخليها وليكن 3،
ثلاثة ايه؟ ثلاثة انبوت. طبعا في النسخ القديمة هتلاقي القديمة هتلاقيها النمبر اوف ريفرنس انبوتس. تمام؟ ونخش على اللاي اوت برضه، هنخلي ايه؟ نقول الرسوم بتاع كل سيل هنا بتمثل الفيجر بتاع 1 بورت انبوت، نخليها ثلاثة فيجر تحت ايه؟ تحت بعض. يبقى ثلاثة انبوت ارسمهم لي ايه؟ ارسمهم تحت بعض. نلاقي هنا عمل لي ايه؟ ثلاثة فيجرز، وهنا من بره فتح لي ايه؟ ثلاثة بورتس تانيين. فهنوصل مثلا اول بورت نخلي ايه؟ نمسح ده ونوصل اول بورت سميه بالانبوت انفورميشن سيجنال او الباينري انفورميشن سيجنال، وتاني بورتس بالكارير، والبورتس التالت بمين؟ بالاوتبوتس. تمام؟ او الديجيتال موديليشن سيجنال. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ران. هنلاقي هنا اترسم، بس نلاحظ هنا ايه؟ الكارير سيجنال والموديوليتد سيجنال ايه؟ مش مرسوم بشكل صح لان ما خدش سامبلز كتيره، فتلاقي ايه؟ الشكل مضلع. طب نعمل ازاي؟ نرجع على هنا في الاعدادات بتاعت المحاكاه ونجيب موديل سيتنج في اعدادات المحاكاه دي من فوق، ونخش على مين؟ على الستيب سايز، نقللها عشان ياخد ايه؟ ستيبس كتير، فبالتالي ايه؟ ياخد ايه؟ سامبلز كتير. فنقول له هنا هعمل ايه؟ خد الستيب سايز بواحد مللي سكند، او واحد احنا بندخلها بالسكند، فنقول له واحد من الف من السكند اللي هي واحد مللي، ونقول له اوكي. عايز الستيب سايز طيب تخليه فيكسد ستيب مش هتفرق. تمام؟ احنا اهم حاجه حددنا ايه؟ خلينا الستيب سايز صغيره جدا. ونعمل ايه؟ ونعمل ران ودبل كليك على السكوب كده عشان نظهر الاشاره. هنلاقي الاشاره اهي اترسمت معايا، ونعمل لها زوم كده نكبرها، فنلاقي هنا دي الباينري انفورميشن سيجنال. تعال نصغر كده بس عشان نشوفها مع الفيجر. هنا مين؟ هنا دي الباينري انفورميشن سيجنال، وهنا دي مين؟ دي الكارير سيجنال انبوت رقم 2، وهنا مين؟ دي الديجيتال موديليتد سيجنال. ونقارنها ما بين الفيجر ده اللي كان الاولاني. فنلاحظ هنا ايه؟ لما الانفورميشن سيجنال الانبوت بلو او بزيرو اللي هو بيمثلها باشاره سالبه نيجاتيف بالس، الكارير بتتضرب في الكارير فبتعمل له انفرت 180، لما بزيرو بتعمل له انفرت تاني 180، لما تكون بواحد فبتتضرب في الكارير. تمام؟ فبيعدي ايه مثلا زي ما هو الكارير ساين ويف، فبينزل زي ما هو. تمام؟ لما يجي في السالب فالساين ويف تتضرب في 180 تتعكس، بدل ما هي ساين بقت سالب ساين، وهكذا. طب لو عايزين نخليها بالشكل ده، بالشكل ده هو واخد الكارير ايه؟ الشكل ده اللي طالع رقم 2، رقم سي ده كان واخد الكارير عباره عن كوزاين، فممكن نخلي الكارير كوزاين. هنقول له ايه؟ طب هو ساين باي ديفولت، فنقول له خد في الشيفت كام؟ حط له في الشيفت 90، فكده ايه؟ هيتحول لكوزاين. نعمل ايه؟ ران سيميليشن اجين، ودبل كليك على الاندوسكوب او ظهرت الرسمه معايا. هنا هو الكارير وهنا الموديليتد سيجنال. لاحظ الموديليتد سيجنال هنا لما الكارير بلو هينعكس، بدل ما كان كوزاين بيجي سالب كوزاين. تعال نكبر الشاشه احسن. وهنا لما بيبقى برضه بالسالب هيبقى ايه؟ اترسم سالب ايه؟ سالب كوزاين اهو. وهنا لما يبقى الانبوت انفورميشن سيجنال بواحد، الكارير بيبقى ايه؟ بيطلع بكوزاين زي ما هو، بيبدا ايه؟ بيبدا من 90، وهكذا. لما بيبقى بهاي او بواحد فالكارير بيعدي ايه؟ بيعدي زي ما هو. لما الانبوت او انفورميشن سيجنال بتبقى بلو او سالب واحد، بيحصل عكس، بدل ما هي كانت كوزاين بقت ايه؟ بقت سالب كوزاين، عكسها في الشيفت ايه؟ 180. طيب فنلاحظ هنا كانت هنا ب 90، تلاقي اللي حصل انعكست 180 فبقت كام؟ سالب 90، وهكذا. طيب يبقى ايه ده معاك الاثنين. فبالتالي نلاحظ برضو الرسمه دي لو صغرنا كده هنلاقيها ايه؟ تلاقي الرسمه دي في النص هي نفس ايه؟ نفس الرسمه اللي طلعت معانا ايه؟ طلعت معانا على الاوتبوت. برضو في طريقه تانية للانفورميشن سيجنال اللي بنجيبها. طبعا في واحد ممكن متعود على البلس جنريتور اللي هي هنجيبها من السورسز هنا، فممكن نسحب البلس جنريتور، بس البلس جنريتور بيطلع لي واحد وصفر، او قيمه موجبه وقيمه وصفر. تمام؟ يعني كلمة هاي وصفر، لكن احنا لو عايزين واحد وسالب واحد عشان نعرف نضربه في الكارير ويعمل له عكس. نعملها ازاي الحركه دي؟ ممكن نستعين بايه؟ بحاجه تانية معاه اللي هي ايه؟ برضه في هنختار برضه كونستانت من السورسز مع ايه؟ مع البلس جنريتور. يبقى من السورسز هنجيب كونستانت ونجيب ايه؟ ونجيب البلس جنريتور. حلو. وهنرجع على السيجنال راوتنج نختار ايه؟ نختار السويتش. السويتش اللي هو ده اللي هو كونديشنال ايه؟ الكونديشنال سويتش ده. طيب والتعديل التريك اللي هنعملها، السويتش ده بيكون عباره عن ايه؟ ليه ثلاثه انبوتس، انبوت رقم واحد والانبوتس في النص والانبوتس الثالث. فالاوتبوت بتاعه يا اما الانبوتس الاول او الانبوتس الثالث اللي هو الاخير. طب على حسب ايه؟ على حسب قيمه الدخل في النص ده ثاني بورت. لو اكبر من الصفر بيطلع اول بورت، لو اقل لو مش اكبر من الصفر بيطلع ايه؟ بيطلع البورت الثالث هو الاوتبوت. وبالتالي ممكن نستعين التريك ان احنا نختار اثنين كونستانت. الكونستانت الاولاني قيمته بواحد بندخله على البلوك اللي فوق، والكونستانت الثاني قيمته نعدلها كده نخليها سالب واحد، دبل كليك ونخليها سالب واحد،
وندخله على البورت الثالث ومين، ونختار البلس جنريتور هي المين على الايه، على البورت اللي في النص. طيب طب ايه اللي بيحصل؟ البلس جنريتور ده برضه نخش على الاعدادات بتاعتها، نخلي الامبلتيود بتاعها بواحد، وبالتالي هي تطلع واحد وصفر واحد وصفر وهكذا، والبيريود تايم نخليه بواحد سكند. طبعا هي البيريود تايم هي بتاع الهاي واللو في نفس الوقت، لان دي هي سكور ويف، فبنعمل ايه؟ نخليه 2 سكند، وبالتالي زمن البت الواحده اللي هي الهاي او البت الواحده اللي هي اللو الزيرو بتبقى بكام؟ بواحد سكند. والبلس ويدث نخليه ب 50% وكده ايه تمام اوكي حلو خالص كده عملنا. يبقى نفس الاعداد بتاعت الانفورميشن سيجنال، بس دي الانفورميشن سيجنال هتطلع من هنا يا واحد يا صفر، يا واحد يا صفر تمام. لما تخش على السويتش كده هي تطلع، لو كانت واحد بتطلع الواحد، لو كانت صفر تبقى ايه بتطلع الحاله الثانيه اللي هي ايه السالب واحد. ده طبقا للكونديشن ايه الكونديشن السويتش، وبالتالي ممكن نستخدمها برده هي هي ايه في الدايره بتاعتنا. يعني لو حذفنا ايه، لو صغرنا كده حذفنا البلوك ده او دخلنا دي هي اللي هنا، هي الانبوتس ايه، هي الانفورميشن سيجنال دلوقتي، وناخد ايه نقيس السكوب برضو عليها هي. طيب وبالتالي عندي الكارير وعندي الانفورميشن سيجنال، بس واخدينها من البلس ايه، من البلس جنريتور. ونعمل ايه؟ ونعمل ران ونشوف السكوب الاوتبوت، هنلاقيه برضو بيطلع معانا ايه اهو، يا واحد يا سالب واحد. ده ليه؟ لان احنا دخلنا له كونستانت واحد وسالب واحد، بس مين اللي بيشغلهم؟ بيشغلهم البلس جنريتور، وزمنها كام؟ واحد سكند. احنا واخدين الزمن الدوري كله للدوره على بعض ايه ب2 سكند، عشان يطلع البلس الواحده او البت الواحده زمنها ايه واحد سكند. طيب وبالتالي بس تلاحظ ان ايه كونستانت ايه سيكونس 10 10 10 ما بيتغيرش، ده ايه لو بالبلس جنريتور. نفس الحكايه الكارير اهو بيتضرب في واحد وسالب واحد، وبيعدل على الكارير بتطلع الموديليتد سيجنال ايه اللي هي بالشكل ده، فيز موديليتد. وبكده نكون خلصنا، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.